خبيرة التجميل نهى معوض، وموعد ثابت دايما بتكون بضيافتنا وضيافة برنامج ببيروت، وبتقدمنا احلى النصايح بتخص كل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا. اليوم شو محضرتنا نهى؟ رح نتعرف اكثر بهالفقرة عن المواضيع اللي رح نتطرق لها اذا قد نرد. مرحبا نهى. هاي، كيفك؟ ماشي الحال انت؟ الحمد لله. نهى، الاسبوع الماضي قلنا بنحكي عن الالوان، كيف ممكن نحن بخمس دقائق بس او اقل ممكن اذا حاطين الوان بارد نحولها لالوان ناريه. كيف؟ اكيد رح نتعرف، ولكن قبل حسب ما عرفت رح نتوقف اول شيء مع الريبورت، هالتقرير عن السيمينار اللي صار بلبنان وهيك اخذ اصداء كثير ايجابيه عند السيدات. مزبوط، هيدا السيمينار اللي صار بلبنان هو ذاته اذا الله راد رح يصير بالكويت باول نيسان. اليوم حتى مقتطفات عن سيمينار للي حابب يتعلم البيرمننت ميك اب، للي هو منه مثل التتواج العادي، هو بيروح على السنه سنتين، كيف عم نعلمه؟ كيف كان السيمينار مقسم دقائق زاد باليومين؟ هيدا هو الروبورتاج رح يفرجي ويفسر اوضح من ما انا فسر لي. حلو كثير، يلا خلينا نشوف التقرير نحن والمشاهدين ومنعلق كمان عليه مع كنوها، شو عم نشوف؟ كيف كانت الاجواء وكل التفاصيل. اوكي، بنبلش. كان في حضور نهى؟ يعني توقعت يكون في مشاركه بهالسيمينار؟ هلا هو المفروض يكونوا 20 شخص بالسيمينار، ما بناخذ اكثر لانه في ورك شوب. اوكي، كان معنا 8 اشخاص من البلاد العربيه، كان معنا شخصين من الكويت اللي جايين من الخارج. انا كثير بقدم حضوركم وان شاء الله اكون على حسن ظنكم واقدم لكم كل شيء انا بتميز فيه، طبعا من بعد خبرتي الطويله، واللي بامن انه هو من بعد تجارب عديده بعالم التتواج توصلت له لنقدر نوصل لطريقه سهله وبسيطه بلا كومبليكاسيون. رح نبلش بالفاشل جيومتري للي هو قياسات الوجه، لانه هلا الموضه لحواجب اعراض، تجي السيدة بدها تعمل حواجب عريض وما بيلبق لها، بدنا نقنعها ليه ما بيلبق لها. هلا بالنسبة إذا بدنا نقصر الحاجب أو نطول الحاجب، لمين بنخلي الحاجب يكون طويل؟ لمين بنقصره؟ هلا رح أعملكم فورم الحاجب الإيديال. أوكي؟ لكن هون صرنا نعرف الحواجب الإيديال، خلينا ننقل للشفاف. دايما هون ما تكبروا، دايما هون تعوا على القد واطلعوا وانفخوها من هون تطلع غنوجه. اول شغله بليز احفظون، اذا بدي اقول شيء ثاني، فا اي فيان، روح ونجي نروح ونجي نروح ونجي، غلط. هيدا ما فينا ولا مره نعمل كونتور ودغري حمرة على كل الشفاف. الاي لاينر في عندك دو طريقتين. اوكي، طريقه طبيعيه كانه رموش، هلا الماشين والنيدلز والابليكيشن والبيجمنتس. في ثلاث انواع تريتمنت للبشره بيمنعوا ان التاتو يصير داين، للي هن بتعرفون؟ اكتبون اذا ما بتعرفون لانه المفروض تكونوا بتعرفون. من بعد ما تاكدنا انه الماشين جاهزه وكل شيء، وصلت الصبيه لعنا، هيدي هي تحت ايدينا. اول ما بدي اعمل اول دور، بليز ركزوا معي منيح للطريقه السهله لتطبيق الحاجب اللي رسمناه، تما تروح رسمتكم اللي اخذت وقت معكم عزيز. حبيت طريقة شرحك، يعني أنا عم شوف الريبورت عم قول شو عم تحكي نهى، بس قلتي معلومات عن جد كثير مهمة. هلا هول كمان ما معنا وقت نمرق الريبورتاج كله، أيه. اللي حابب يشوف أكثر شو عطينا موجودين على الفيسبوك بيج أو الويب سايت باسمي. في كل التفاصيل عن السيمينار اللي صار. مزبوط، هلا الويب سايت بيمرق بآخر بسياق حلقتنا كمان. هلا مرق نهى مزبوط، بيقدروا يفوتوا من الويب سايت، بفوتوا يوتيوب وراح يكون في الريبورتاج كله، بيقدروا يشوفوا كل التفاصيل، كيف
كيف اشتغلوا كل شخص بدوره هو بايده هيدا البيرمننت ميك اب، وانا كنت عم صلح لهم كل المشاكل اللي هن بيعانوها بعالم البيرمننت ميك اب، كيف انا صلحت لهم اياهم واعطيتهم خبرتي كيف يقدروا يتوصلوا بلا ما ينزلوا ولا نقطه دم، ما يوصلوا للدرم ويضلوا على الطبقه السطحيه، وبهالطريقه بيقدروا يتخلصوا منه للبيرمننت ميك اب على السنه سنتين قد ما هن بيقدروا. والمهم كمان انه الحضور ما اقتصر بس من لبنان، ما كان في من الكويت وحتى من الدول العربيه، يعني مثل ما قلتي مزبوط كان في من السعوديه، من الكويت، من قطر، من الدنمارك، من الاردن، من سوريا، كان معنا يعني نص الحضور كانوا من البلاد العربيه والنص كان من لبنان. وهلا السيمينار رح يصير بالكويت؟ رح يصير ب 4 و5 نيسان. 4 و5 نيسان يومين كاملين اكيد بيتضمنوا. اللي ما بيعرف حتى كيف يعمل البيرمننت ميك اب بصير يعرف كيف يعمل هيدا النوع من التتواج للي بلا دم وبلا وجع. أوكي. وكمان اللي هو اصلا بيعمل هيدا البيرمننت ميك اب كل المشاكل اللي بيعانوا منها رح يتخلصوا منها. كيف بيصلحوا، كيف بيمحوا، كيف بحاولوا البلوك ليصير ناتشرال، هيدي اكثر شيء بدنا نركز عليه. حلو كثير، معلومات كثير مهمه لازم مين ما كان يستفيد. نهى منبلش كمان بالالوان حتى نستفيد من الوقت. اوكي، هلا اليوم حبيت فرجي هيك شيء صغير من الميك اب كورسز اللي انا بعطيهم. معنا اليوم ريتا. يلا تفضلي لعنا ريتا. هلا انا عملت لها لريتا عملت لها الكلاسيك ميك اب العادي، سو بدي اعلمهم اليوم كيف بيقدروا حتى الاشخاص اللي مش هن بيعملوا ميك اب، مانا ميك اب ارتست، شخص هو ببيته كيف يشتغل بالاي شادو اليوم بطريقه بالمي. رح نستعمل الالوان ورح نتعلم كيف بالمي بنشتغل الاي شادو اللي نحن عنا اياه اصلا بالبيت. مش ضروري يكون، ما ضروري هو يكون اكوا. اوكي اكوا. اوكي، سو المي والبنسو الريشة. اوكي، حطينا الريشة بالماي. نحط ماي شوي بالريشة ما كتير. رح نبلش بالألوان الباردة. اوكي، لكينا على البوبيير سوبيريور، بلشنا لها بالبلو واستعملت اللون البلو، يعني مش انه اي لون. انا قصدت لازم نعرف وين عم نحطه. هلا انا قصدت استعمل اليوم الالوان القويه لتبين واضحه على المشاهد على الكاميرا وكيف انا عم بخلطها. هلا اول شيء بنحط البلو، مثلا نحن حرين يمكن نحطه هون باول عين، يمكن نحطه على كل البوبيير، فينا أوكي. نشتغل مثلا لما بدي اعطي انا كولرز بما انه حلقتنا عن الالوان، نعمل نص للبوبيير لون والنص الثاني لون ثاني. لون ثاني بس يكون قريب عليه، يعني بيلبقوا مع بعض. اكيد. هلا بما انه عم نستعمل الالوان البارده، لما احط بلو مثلا بدي افكر دغري شو اللون الثاني اللي بيلبق له. اكثر لون بيلبق مع البلو هو البينك، سو بدي استعمل البينك، لون البينك. البينك مع البلو، حطينا البينك هون ونقيته شوي قوي قصد كمان حتى يبين، حطيناه باخر العين، حطيناه هون. هلا في شغله، لاحظي البينك اذا بدي دخله بالبلو شو رح يعطيني؟ بيعطيني بيربل، سو رح اخلط هون بالنص بين البلو والبينك، بتلاحظي ببين عندي بلو بيربل بيرجع بينك بالاخر. بينك مزبوط. لكن مثل ما حكينا هيديك الحلقه انه البينك مع البلو بيعطوا بيربل، بهالطريقه هون عم نشوف انه انا اذا بخلط البينك بالبلو بيعطي البيربل. حلو. وهلا بدقيقه بس بدي احول هيدا الميك اب ليصيروا الوان دافيه. الوان دافيه بس بدي استعمل انا الاصفر، كنت سبق وقلت لك الاصفر مع الازرق بيعمل اخضر، بس انا بدي اعمل اخضر بس ما معي اخضر، بحط اصفر على الازرق. اوكي، حطينا لون اصفر على البلو، بتحسي صار على زيتي. اي مزبوط، هو يا بيعطي الاخضر القوي يا بيعطي على زيتي حسب انت اي دوغري تستعملي. اوكي، وله علاقه سوري نهى، له علاقه بس نستعمل الاي شادو ونحطه بالمي يعني يكون اقوى بيبين اللون اقوى، بيثبت اكثر اللون؟ بيثبت وما بيهر ابدا، بتلاحظي رموشه بقيون ضاف وحتى ما شرشر شيء تحت العين.
وكمان عم نحط البراون فوق البيربل، نقدر نخفيه توتال ما يعطينا لون البني للي شانجون على زيته. يعني بنقدر نحن نتحكم بالمكياج تبعنا وحتى بالالوان بهالطريقه. سو الهدف انه نفرجي، حتى بدك تستعملي الوان او بدك تستعملي اسود شو ما كان اللون، لما بتشتغلي بالاكوا بتغطي وبتخلطي الالوان بكل سهوله بلا ما ينزل شيء تحت العين. في شغله اخيره بدنا ننهي فيها مكياجها، الحمره حطيت لها اياها انا بينك، بدي اعطيها لون دافي، بحط لها شويه اوبرجين واصفر او ذهبي، لون الباذنجاني يعني شوي، نتفي هون على قلب الشفه. اوكي، ساعتها صارت تلبق مع الالوان الجديده. حلو كثير الميك اب، كمان صار نهى وما اخذ معنا وقت ابدا، اشتغلنا بسرعه وبرو يعني يعني حتى الحمره بالماء مع الوقت اذا لاحظتي حتى الحمره بالماء انشغلت، والحمره بالاي شادو هي علوميه اذا مستعجلين او حابين تدخلوا لون قادرين يحطوا من الاي شادو شوي، والاحلى انه فوق الحمره. ايه رمروما مش ضروري البرودوي يكون اقوى، لا عادي. ريما عم تسالني لانه كلنا بنحبنا. نهى ميرسي كثير على هالمعلومات الحلوه، وان شاء الله بنشوفك كمان احد الجاي ونحكي عن موضوع جديد، وبلكي بنتطرق بالتفصيل عن السيمينار رح يصير بالكويت، اذا رح يكون مختلف عن اللي صار من لبنان، واذا في افكار جديده رح تطرحيها اكثر اذا الله راد. بالتوفيق نهى. ميرسي ميرسي لكم.